اهلا وسهلا بكل اللي عم بتابعنا بحلقه جديده من سفره. اليوم اطباق جديده ومختلفه لسفره جديده. مساء الخير شيف هانيا. اهلا، كيفك علا؟ انا تمام، شو اخبارك؟ انا الحمد لله. هيك اليوم غششتيني انه داخلين على المطبخ التركي. صح، على المطبخ التركي. صح. اول شيء شيف، شو هالحلاوه حبيبتي؟ انت والله عيونك الحلوين. شيف شو محضرتي لنا؟ خبرينا. اليوم عاملين شيء من المطبخ التركي زي ما قلتي. هو كثير اكلهم قريب على اكلنا، فعاملين إشي زي السفيحة احنا تبعتنا، بس هم بيقولوا لها بيدة، فمنقولها سفيحة التركية بيدة. وعاملين رولات باذنجان مع لحمة. هاي أكلة قديمة، يعني احنا حتى بنعملها دائما، اللي هي رولات مع اللحمة زي الكباب. وعاملين إشي كلاسيك بناء على طلب حدا بيعز علي كتير، اللي هو تشيز كيك. فعاملين تشيز كيك. مين اللي بيعز عليكي؟ حدا. لانه انا طالبه منك تشيز كمان. الصراحه هي علا ورواند اللي طلبتوها. فكرتك على عز الناس وانا نسيتيني. لا طبعا، انت طبعا 100%. فهي عشان علا جعبالها تشيز كيك، فرح نعمل اليوم الكلاسيك تشيز كيك. اوكي، العاديه اللي بعدين بصير الواحد هو احلى شيء. بعدين الواحد حسب خاص بيعرف البيس، بعدين بصير يتفنن. أيوة صح، مزبوط. طيب شفنا ان شاء الله تنال على اعجابك علا. ان شاء الله تحبيها. رح تشتغلي معي فيها عشان تحفظيها. بليز. خلص اوكي. شيف تحبي نستعرض مقادير اول طبق؟ مقادير اول طبق. اوكي، خلينا نبدا بالسفيحه التركيه. هي مقاديرها. رح يلزمنا سفيحه تركيه بيده، 500 جرام طحين، 2 معلقه كبيره خميره، 1 معلقه صغيره سكر، من 1 لـ1.5 كوب ماء دافئ، ربع كوب زيت زيتون، 2 معلقه صغيره ملح. حشوة رح يلزمنا 1 معلقة كبيرة زيت، 1 بصلة مفرومة، 4 سن ثوم مهروس، 750 جرام لحمة مفرومة، 1 فلفل أخضر مفروم ناعم جدا، 2 معلقة كبيرة دبس فليفلة أو شطة، 3 معلقة كبيرة رب البندورة، 2 معلقة صغيرة بابريكا، 2 معلقة صغيرة كمون، 2 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فلفل أسود، وللتقديم شرحات ليمون وشطة. مقاديرها كثيرة ولكن سهلة. ولكن موجودة، يعني موجودة. هي البابريكا يعني هم بتطلع عليهم بتقولي هيهم كتار، بس هم بالحقيقة سهلين، بس كل وحدة منهم بتعطي طعمة زاكية فيها، فما صح. بقدر الواحد يختار. يعني شوف، أنا هاي من الخطوات الكثير مهمة تعلمتها منك، وإن شاء الله كمان اللي بيحضرنا يكون تعلمها هيك قبل ما يفوت على أول ما يفوت على المطبخ، يحط كل شيء على السفرة. صح. مثلاً يحضر الأشياء اللي بده يستعملها بعدين بتخفف. يبلش كتير بتخفف طبعا. على الواحد عن جد، أنا هيك بحسها بتقيم نص الشغل عني. صحيح. طيب هلأ رح نبدأ بالعجينة. بدي أعمل العجينة قدامكم. في كتير ناس بتعرف تعملها، بس أنا عشان الصبايا الصغار اللي ما بيعرفوا. هلأ هون بديت بالمقادير الناشفة عندي، حطيت الطحين وحطيت الملح وحطيت الخميرة مع السكر والمي. هيهم حضرتهم، حطيتهم حتى يفوروا. المي كانت دافية طبعا. ورح أنزل الزيت عليها أول إشي. هلأ رح أشغل الكيتشن ايد تبعتي على رقم 1 على 1. شوفي بضلها على الخفيف عشان ما تطرطش، مع انها هي ما بتطرطش، حرام. رح انزل عليهم الخميرة، بس رح اخذ من عندك شوية مي دافية كمان، يعني يدوب نص كاس. ايوه هالقد. يسلم ايدك. في ناس احيانا بتستصعبوا فكرة انه اي شيء العجينة، بس لا والله انها انا بحسها سهلة. يعني هي المهم تحط كمية المي المناسبة، ما يحط الواحد كتير مي. اذا حط كتير مي بتصير هيك طرية ورخوة، فبصير بدها ساعتها تزيديها تزيديها طحين. مزبوط. واذا لقيتيها طرية كتير بدك تحطي لها مي. انا ذاك اليوم صاحبتي عم تحكي لي عن عملتي حلو. انا طبعا ناسي شو الحلو اللي عملناه. بس بثاني او ثالث حلقه هي عرف على فعملته وعامله كميه كبيره لبيت حماها ولبيت اهلها لتكون وقت المقروطه وكثير مكيفه. لا كانت شيء من لو كنا متعددين شو عملنا ممكن اتذكر. بس عامله كميه وظابطه معها ومكيفه ومزعه على الكل. طب يلا بتعرف تطبخ، هي اول شغله بتعملها بحياتها. طب يلا منيح. بتعرفي عم بنبسط الصراحه على ردود افعال الناس اللي عم تبعث لنا دايركتلي. في كثير ناس بيقولوا لي احنا ما كنا ندخل على المطبخ، بس عم نطلع بنلاقي الاشياء سهله اللي عمالكم تعملوها، مش شيء معقد. فعم بيحاولوا انه هيك يطبقوا حلو. هيها هيك بدها تتلملم على بعضها، بس بدي احط لها شويه طحين، شكلي كترت المي. صحة.
صحة صحة. بس شوي نحط لها الطحين. هو الطبخ مو ما بطلت احسه شيء صعب صراحه. اذا هي زي ما حكينا طوله بال وكل المقادير موجوده وخلاص توكل على الله الواحد يقول رح يزبط بزبط. هيها تقريبا انها لملمت. العجينه هي على طول تستعمليها ولا رح تتركيها عشان بتقدري تتركيها تتخمر بس يعني مش فتره طويله، ما بدها فتره طويله تخمير. هي اجمالا صارت جاهزه خلاص، هيك لملمت على بعضها معناها صارت جاهزه. شايفه كيف صارت علا؟ خلص صارت خلص جاهزة. لمت على بعضها وصارت ممتازه. هلا راح احط هذول مقادير الحشوه فيهم شوي. بس هيك صارت جاهزه، شايفه ما اخذت وقت كمان. لا كيتشن ايد هاي بتريح انت، لا رح تقلبي ايدك ولا يعني. هيها بدي اغسل. انا الصراحه العجين بحب اعملها بايدي اكثر من ما اعملها بال. بتصدقي شايف ريحتها طلعت لعندي؟ ريحه العجينه طلعت. بتحسي صح، ما هي من ريحه الخميره وريحه المي الدافيه. فاين يعني لولا فاين شو كان صار فينا. انا مو بس المطبخ فاين حوالي، دائما حتى اهلي بنتبهوا انه اكثر شيء بستهلكه فاين حتى وانا باكل. كثير حوالي بصير فاين حتى كثير الواحد يستهلكه صح. بشو اساعدك شيف؟ حسستك انعجقتي؟ لا مش انعجقت، بس في هلا بنشوفها في الصينيه اللي محضرتها عشان اعمل عليها هاي دقيقه. هلا رح نرش شويه طحين على الطاوله. هي عجينتنا رح نحطها هيك. شايفة طرية. هلا انتو بالبيتكم تتركوها ترتاح شوي، بس انا هلا لانه بدنا نشتغل فيها عشان الحلقة بس هي الاحسن انه تغطوها وتتركوها لشوي هيك ترتاح. بس احنا لانه رح نبدا هلا على السريع اورجيكم كيف طريقتها. هلا بدها تنرق. هلا هي كل ما ارتاحت اكثر علا بتصير اسهل انك تحركيها انها تمد. بتصير بتمد اكثر لانها بتتخمر بتتخمر فبتصير اسهل انه ينشغل فيها. شف هيك وانت عم تمديها، شو الفرق بين البيدا واللحمه بعجين؟ لحمه بعجين لانه تنتين بلحمه. هلا اللحمه العجين ارمنيه صح؟ لحمه بعجين في ارمنيه وفي تركيه، هم تو فيرجنز يعني. أوكي. بس انه في التنتين. هلا الفرق بيناتهم الصراحه سؤال ذكي. علا اللحمه بعجين بتكون العجينه كثير رقيقه وبتكون مدوره صح، اما هاي بتكون بالطول جاي عندنا وبتكون شوي اسمك شوي صغيره. انا صراحه بحب العجين. العجين انا كثير بحب العجين، بحب العجينه ثيك شوي حتى بالبيتزا وبكل شيء بحبها. بتعرفي انا ما رح اعملها كلها، رح اعمل قد اللحمه اللي عندي. ما بدنا نكتر عشان اللحم اللي عندي اقل. هيها بس بدي اغلبك علا، يمكن اللي في صينيه هناك ولا استني اشوف بركي. هيها قاعد بفتش عليها انا. لقيتيها؟ انا حاطها هون. هاي هي صح؟ ايوه. يسلم ايديك يا حبيبتي. انا اذا ما رح تستعملي هاي اشيل لك اياها. طيب حتى ما تغلبك. يسلموا ايديكي. رح ننقلها على الصينية المحضرة. استني بس اسكر لك اياها بس هلك. تقيلة علا. انا هلا اكتشفت انها تقيلة كثير. تقيلة، هي وزنها تقيل. هو الصراحة هذا الشيء اللي عم بيعجبني فيها انها هي تقيلة، فما بحسها انها بتلق او شيء والواحد عماله بخلط فيها، بتضلها منيحة. طيب هي عجينتنا صارت هون. هلا بالنسبة للحشوة اللي رح نحطها فيها، هلا بنجيب لحمة مفرومة، أنا هاي جبتها امبارح من مايلز. قلت له إنه بدي أعملها لسفيحة، فاعمل لي إياها شوي مدهنة، اللحامين هناك كثير بروفيشنال الصراحة. على طول بتقولي له شو بدك بحضر لك زي ما بدك. امبارح بتعرفي رحت أخذت من عندهم الطلبية، تذكرت رحت لهم قبل الفطور بشوي. فحكيت معهم على التليفون، قلت لهم لازمني كذا وكذا وكذا، فاللحام رأسا يعني فيري بروفيشنال صراحة. فبتوصل لأشياء. هاد لشو؟ هاد لشو؟ كذا، بنقى نوع اللحمة المناسبة.
حضرتهم واخذتهم لعندهم. طيب هلا بتقطعوا بصله وحبه ثوم وفليفله زي هاي هيك فليفله حلوه انا رح استعمل، حطيتهم بالمقلاي مع شويه زيت وقليتهم عشان بدي تخف قوه طعمه البصل. رح اضيفهم على اللحمه هيك بكفي كميه اللي بحب ورح اضيف عليهم دبس فليفله، اذا ما عندكم دبس فليفله بتقدروا تحطوا شطه كمان بصير. ورح احط عليهم بابريكا. بيقدر الواحد يخليها سبايسي صح؟ بيحط فلفل اخضر مثلا. ايوه ممكن فلفل اخضر حر. ورح نحط الملح وشويه كمون، هي الوصفه فيها كمون هاي. ايها شايفه الوانها شو حلوه ولا كثير حلوه. تقدري هون مثلا تحطي عليها كمان رب بندوره، انا حاطه بالمقادير. هلا طبعا احنا علا هون انا عامله كميه صغيره مش زي اللي حكينا مقاديرها، احنا حكينا 750 جرام لحمه، هاي يعني اكيد اقل، هاي يا دوب 200، فمشان هيك مقاديرها حتى مختلفه للي عم تتبع معنا. بيقدروا يكتروا بيقدروا يكتروا او تقللوا. وهي رب البندوره. بتعرفي انا بحس للناس اللي بدها تتعلم ما تغامر بكميات كبيره. مزبوط اللي لاول مره صح ضلهم على كمية معقولة. يعني أنا هاي صاحبتي زبطت معها يعني. الله ستر. الله ستر. بس أنا يعني لما كنت أجرب شغلات وأعمل كميات كبيرة، بتذكر أول طنجرة ورق عنب عملتها من سنة ونص. للأسف إنه ما أكلت. بسبب إنه أنا مقللة رز أو يا حرام مش عملته مستوي منيح. ضليت من بلشت فيها 11 ونص المساء. خلص 3 الفجر واتفنن. يا الله يا بتذكر انه ما هيك اكلت كم لقمه مجامله فيه، بس انه كان في شيء غلط كنا رجعت بعدها عدلت طلعت شوي احسن، بعدين خلص هلا صار ايدي اخذت على الموضوع. اخذت عليها. شفتك هذيك المره لما لفيتي مع الورق هذيك علا يعني هذيك لا بس يعني شو علا ايدها اخذه على اللف حطت ولفت هيك على السريع. انا بحب اكثر من لف ورق العنب، يعني بحب التحضير الحشوة تبعته. انا حشوته كثير بحبها، خاصه تبع اليولانجي كمان. هو شوفي انا اليولانجي اللي مش قادره اضبطه. بدي احكي لك في طريقه كثير زاكيه بعطيك اياها، لازم اخذها منك. انا كل الطرق تبعتك حماي الله يرحمه كثير كان عايش فتره يعني بتركيا، بعرفها من ناس اتراك فكثير زاكيه. هلا هيك هي شايفه فردناها. هلا رح اقيم شوي من اطرافها، يعني انا حاسستها انها سميكه شوي العجينه، ما بدي تطلع كثير سميكه، فرح اقيم شوي منها نستعملها للعجنه اللي بعدها. العجينه لانها هي زكاوتها كمان ما تكون كثير سميكه. هيك شايفة سهلة ما أخذت كتير وقت. هاي الصراحة زاكية، هلأ حتى زاكية لسحور برضو طيبة. هلأ منسكرها طريقة تسكيرها. هاي بتيجي هيك بعدين. حتى منظرها هيك حلو، حلو. كبيرة شايفة دمها خفيف. هلا رح نخبزها، يعني رح نخليها طبعا انتوا عندكم خلوها ترتاح شوي وبعدين بتخبزوها. الحراره تكون 180 ل 200. احنا تقريبا خلصنا اول طبق. ورح ادهنها بشويه بيض. انا حاطه له نقطه نسكافيه لانه بحس بتعطي لون زاكي وبتروح. نقطه نسكافيه. جديده هاي صراحه. يعني احنا هلا خلصناها هاي حندخلها على الفرن دهنتها. شايفه ما اخذت ربع ساعه يعني علا، شايفه قد ايه بالضبط قد ايه رح تضل على الصراحه لازم الواحد يحكي الحق، هي كيتشن ايد ريحتنا لانها عجنه العجنه. انا بالنسبه لي بتذكر ماما بس جابتها وفر على صارت كل يوم تعمل اشياء فيها عجين، وبعدين شكلها حلو لما بتحطيها بالمطبخ عندك لونها حلو سواء الحمراء او اي لون ثاني. احنا اللي عندنا سيلفر، فتت على ماما قلت لها بدي حمراء. بدي حمراء لا حلو ميه يعني بتضلها برا وبتتشجع الوحده، بتصير والله بدي اعمل كيك صح. بدي اعمل كذا، هي اغراضها صح. يعني ماكينه قدامها. شايف هلا قد ايه بدنا نحطها بالفرن؟ هلا بدها تقريبا شي ربع ساعه. هيك شيء
هاي رح ارجع احط على وجهها هيك شويه تفليفله بتصير شكلها احلى. وبتقدروا كمان تحطوا عليها اشقوان يعني ممكن، وممكن كمان تعملوها بجبنه اجبان بدون لحمه. هلا رح نحطها بالفرن وناخذ الفاصل أكيد. ناخذ اذا مشاهدينا خلصنا من اول طبق، هلا بدنا نروح لفاصل ومكملين معكم. كملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل، وصلنا هلا للجزء الثاني من حلقتنا مع شيف هانيا. شيف شو بدنا نحضر هلا؟ الطبق الثاني رح يكون رولات الباذنجان مع اللحمه مع الكباب. يا سلام. وصلصه. بدك خلينا ناخذ مقاديرهم. هي هاي زاكيه كثير وسهله وخفيفه وانا بحبها عشان بحب باذنجان. انا شيف قبل ما تصير انت عم تحببيني بشغلات ما بحبها. بس الباذنجان بحسه كثير يعني انا ما بحب الباذنجان. الباذنجان شيء اساسي بالمطبخ التركي كمان، كثير بتلاقي عندهم اكلات فيها باذنجان، الامام بيالدي يعني كثير في عندهم اشياء، بكي زخانهم كثير عندهم اكلات. إذا لقينا في منكم ردود أفعال حابين أكثر من المطبخ التركي بنعمل كمان حلقة تكون فيها أكل تركي. نستعرض مقادير، نحكي المقادير. طبق أوكي. رح يلزمنا لرولات الباذنجان باللحمة 2 حبة باذنجان كبير، 250 جرام لحمة مفرومة، 1 بصلة مفرومة، 3 بندورة، 1 فليفلة حلوة مفرومة، ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة، نص كاسة عصير بندورة، وجبنة مبشورة للوجه. أوكي خلينا نبدأ فيها. هلأ بدنا نعمل الصلصة اللي بتنحط تحتها. رح نحمي الغاز. أوكي هي رح أحطها هون هلأ. ورح أستعمل زيت زيتون عشان أنا بحب لما بدي أعمل إشي في بندورة صراحة بحب دائما أحط معها زيت زيتون، بحس أسكى. رح أحط الزيت. في سؤال حدا مو عارفة أحكي الاسم بس كاتبة بديل خميرة الصودا مع علامتين استفهام. خميرة الصودا ممكن قصدها عن إشي معين، ما بعرف الصراحة. يعني للتوضيح أنا بعرف أكتر. بعرف هذيك كربونات الصودا بس خميرة الصودا يعني حتى الخميرة العادية اللي أنت بتصنعيها، لأني أنا أخذتها هاي بزمان بدورة خبز، بتحطي انت بتصنعي الخميره بس ما فيش فيها كان صودا، فيها خل هديك شوي. لا بس ما فيها صودا، ما بعرف، يا ريت توضح لنا ايش اللي. وفي سؤال كيف تتغلبي على زياده التوابل؟ يعني اذا زدتي توابل كثير، اذا زدتي توابل او ملح توابل كثير ممكن انحط اذا باللحمه او شيء، ممكن تحط حبه بطاطا تسحب هاي، هي بتسحب الملح عاده البطاطا، بس ممكن انها تسحب شوي من التوابل كمان. ما فيهم يزيدوا مي؟ ممكن تزيد مي، ما هي على حسب الاكله الصراحه. انا عمالي بفكر اذا اكله فيها مرقه اذا رز ممكن ما بزبط، اذا رز يعني بدك تزيدي رز بالضبط عليه، اما اذا مرقه ممكن تزيد يعني اكله فيها مرقه قصدي وفيها البهارات كثيره، ممكن تزود مرقتها، تزود الاشياء الثانيه اللي فيها حتى تعادل بين التنتين. ممكن اذا في شيء ثاني، اذا حره كانت يعني الاكله عملها الواحد طلعت حره بيعادل الحر تبعها بالسكر عاده. اوكي هلا هي هذا شاعل صح ولا انا مش شايفته؟ ننقل على الاقوى. شو في اسئله؟ يعني البصل والثوم من الاشياء اللي دائما بتعطي هيك نكهه زاكيه للاكل، بس انا برمضان شوي بتضايق من ريحتهم، بحسها قويه. بس هم بلجا ايام الصراحه بستعمل البصل المنشف، بحب البصل المنشف الناشف، بيعطي نفس النتيجه. بيعطي يعني البصل المنشف بعطي طعمه كثير قريبه لطعمه هذا، بس ما بيطلع ريحه بكل البيت. واحسن شيء بس يمكن هذا طبعا اكيد الفائده تبعته اكثر وهيك، بس يعني انه ريحته اقوى وريحته بديل، ريحته قصدي احسن. هاي رح نضيف البندوره. انا بحس الواحد بيتغلب وهو بيقلل الباذنجان، او كيف بتقدري على الباذنجان انه ما يسحب كثير زيت، ما يتشرب كثير. انا شوفي رح تطلعي تحسي انه انا قليته، بس انا بالحقيقه الصراحه ما بقلي. احيانا بقلي اذا بدي اقلي بالوقت تبعت زبتر لانها منيحه ما بشرب الصراحه فيها زيت كثير، بتحطي فيها زيت
الوكل اللي استعملناها قبل فترة بتحطي فيها زيت بتحميها لدرجة معينة، تحطي فيها خبزة ليصير لونها ذهبي، بتعرفي انه وصل على الدرجة اللي بيقلي فيه، بس بنفس الوقت ما بشرب الباذنجان فيه زيت كتير. بتقليها وبتحطيها بتصفيها، فعلا ما بتنزل زيت كتير، وحتى لو شربت زيت بكون زيت صحي. انا الطريقة اللي عملتها، انا بجيب الباذنجانة بقطعها بالطول، برش عليها زيت، زيت زيتون بحطها وبحطها بالفرن. هيك احسن وصحي اكثر هيك. انا بحبها هيك كتير يعني، حتى زيت الزيتون اللي بتشربه بكون زيت يعني برضه مش محروق، وبتستوي بهالطريقه. بتستوي وبحس طعمه طول، هي الطعمه اللي انا بحبها. يعني ما بحس طعمه الباذنجان الحقيقيه. ايوه طعمه الباذنجان الحقيقيه، يعني كل الطرق بتصير. هلا هاي الصلصه اللي رح نحط فيها الباذنجان بس، يخلص رح اغطيها خليها بس نحط عليها الملح، خليها تطرى اكثر. الملح، هاي الملح، وبدي احط عليها فلفل اسود. ونغطيها. اوكي خليها تستوي على راحتها. اوكي هلا خليني ابدا باللحمه. اللحمه بهاراتها خفيفه ما بدها اشي، رح نحط برضو عليها فلفل اسود. طبعا انا هون عامله كميه قليله، احنا اللي انا حاطه لكم اياها بالوصفه كمية كافية. كميه كافيه، بس هون حاطين كميه قليله، وراح احط عليها بهارات مشكله او بهارات لحمه من بزوريه. بزوريه ما بتخيب املي بالبهارات، دائما بتطلع مظبوطه. دائما بتطلع مظبوطه. راح احط عليها رشه ملح، لقيتها الملحه. سالتني انا علا باول، قلت لي وين مملحتك الخضراء، هلا تذكرت اني حاطتها هون. اوكي وراح اقلبها شوي. هلا رح اعمل منها هاي زي الكباب. بدنا نشكر طبعا اللي عملوا لنا المطبخ، اكيد القمه المنفرده للمطابخ والديكور ما قصروا صراحه، وكل يومين واحنا عم نصور بيجوا بيشوفوا اذا بلزمنا شيء، اذا لازمنا شيء، اذا بدنا اي تعديل. عن جد ما عم يجونا من الكرك لانه ما عندهم فرع هون بعمان. بس مبدعين، وبيجوا بنقول لهم ما في شيء في تصليح، مع هيك بيجوا بدهم بيجوا بيشيكوا. كمان ما بدنا ننسى ليدرز على الغاز، المايكرويف، الثلاجه والجلايه والفرن. هلا هاي هيك رح تنعمل صلصة البندورة. ايش صار فيها؟ صلصة البندورة شوفي ما احلاها صارت، وريحتها كثير حلوة لهون عم توصلني. الريحة بتجنن. طيب هلا رح اضيف عليها باقي الفليفلة. يعني بدي بس شوي، بدها وقت؟ بدها شوي، بدها هيك شيء 10 دقائق بالكثير. بتعرفي انا نسيت احضر، رح تلزمني بس شغله. شوفي لنا اذا في تعليقات بالله علا، شوف لك اذا في سيلا طول الشواي. علا ايش امبارح كان فطوركم؟ امبارح شو كان فطورنا؟ برياني. زاكي برياني، وفي جنبه صينية بشاميل صغيره. زاكي للي بيحب البشاميل، والبرياني للي بيحب البرياني. احنا امبارح كان اكلنا زاكي كمان، كان بناء على طلب ابني عشان هو صايم، فطلب طلب انه بده ششبرك. انا ششبرك ماي فيفرت. ششبرك كثير منيح اذا جعبالك ششبرك، فانا بعمل عاده كميه وبحط بالفريزر وبتخزني. لانه ايام بكون الواحد بنعجق بصير عنده ظرف كذا، ما بتطلعيها دايركت، فبتطلعيها وبتحطيها، ما بدها شيء بكون. انا صراحه الششبرك يعني انا ماما بس بدها تفاجئني انه انا عملت لك ششبرك. ششبرك بتحبيه؟ انا اي شيء تقريبا بلبن، الششبرك والكوسه بلبن كثير بحبهم. لا زاكي كثير انا بحبه ششبرك، وعملنا شوربه كمان معاه وقلينا برك وخلص. بتعرفي خفيف لطيف. شويه فتوش طبعا. فتوش لازم لا غنى عنه. هلا هاي انا كنت لاني ناسي احضرها، بدنا نشويهم شوي قبل ما نلفهم بال ورقها. زيت زيتون. رح احط لهم شويه زيت زيتون. وتشيزيك ما رح تحطي على نفس الآنية؟ ما رح احط على الآنية لا. بقيم هدول بس عشان ما يضايقونا. بحب دائما
الطاولة اللي قدامي تكون مرتبة ونظيفة عشان أعرف أركز وأطلع ما يصير لي تشويش منها. أي أكتر شوربة بتحبي؟ أكيد العدس يمكن. بحب العدس وبحب شوربة الشوفان. أو تبعت الشوفان زاكي. العدس في الأتراك بيعملوها بطريقة زاكية كمان، مش عبالي بركي شي يوم يعملها. مش غلط. إذا عملنا حلقة للأكل التركي بنعملها. والحريرة. الحريرة. أنا الحريرة. هي أول إشي. يعني انت اول وحده اول وحده طلبتي تشيز كيك والمره الجايه حريره. الحريره خلص. انا ما بقدر يعني تحبيها وانا كثير بحبها وبحسها كثير مفيده. نعمل لك بحكم انه انا والدتي من المغرب العربي فدايما بتعمل لنا اياها وبشتهيها كثير. زاكيه حتى اول ما اسافر خلص اول شيء بطلبه مثلا حريره، مع انه بتختلف طريقه عملها من ولايه لولايه. صح. بالجزائر او بالمغرب من منطقه لمنطقه. صح. بالفعل هي كل ناس بيعملوها بطريقه لك. صح. هلا هدول بدهم ينشوا شوي باواني زبتر. هاي تقريبا هيها صارت منيحه ومستويه. هلا رح اضيف عليها هاي رح اضيف عليها شويه رب بندوره. رب بندوره عشان تعقد اكثر. او عصير بندوره زي ما احنا كاتبين كمان بصير. رح اخذ شوي من المي عشان تبقى سخنه. اوكي شيف، انا بدي اسالك هلا اذا عن جد انت عازمه ناس، ودي افترض انه حدا عازم ناس ولكن مش كثير شاطر بالطبخ وعم بجهز وصفات، كيف بقدر ما يعني يقدر الشغلات تقدير مزبوط من غير ما يتورط يخرب له شيء؟ بتعرفي لانه باللحظات الاخيره ما في الا ما شيء هيك. هلا شوفي كل وصفه بيقدر الواحد يمسك هاي يطلع فيها، مثلا انه هاي زي هاي الوصفه، خلينا ناخذ هاي مثال. اللحمه بقدر انا اعملها واشويها، بقدر اعملها واشويها واحطها مثلا ببايركس اغطيها خلص هاي ضمنتها. الصوص بعملها، هي احسن شيء ولا يعني هي التريك تبعتها انه ما تتركي شيء لاخر دقيقه. يعني يفضل زي ما حكيتي رح يصير في اشياء ايام مش متوقعه. صح. تخرب كذا، تنحرق البندوره بعيد الشر. صح. شغله عرفتي، فالواحد يحضر كل اموره. يعني انا مثلا بحضر الصلصه لحال، بحضر هاي لحال، كون بشر الجبنه ممكن قبل بيوم، مش ضروري ممكن قبل بيوم نفس اليوم قبل ما يجوا ضيوفي بحطهم مع بعض. يعني كلنا احنا اول ما بدينا نطبخ كنا الصراحه انا مارقه فيها هاي الشغله انه يجوا الضيوف وانا لسه بركض بالمطبخ لسه هذا كذا. ولما بصير في اشيين ثلاثه عمالك تعمليهم بكون نسبه انه يصير اخطاء بتصير اعلى الصراحه. فهمتك. شيء بنحرق، شيء بصير له شغله، فيفضل انه الواحد يجهز قبل بيوم. تحضري مثلا الصحون اللي بدك تسكبي فيهم، لانه احيانا اخر دقيقه او انت عمالك بتسخني شيء انه يي وين هذا الصحن، تروحي تفرشي على الصحن بتقوم الاكله بتنحرق اللي على الغاز تتكركبي. فهي هاي الاشياء دائما تحضير مسبقا بيريح كثير الواحد وبيقلل انه يصير في مشاكل او شيء، بصير كله بيمشي مزبوط. والله يا شيخه ممكن الباذنجان بتشهي. لا زاكيه، ممكن الواحد كمان يحضر السفره قبل بوقت، قبل بيوم، يعني مو ضروري يتركها لاخر اخر ساعه. اصلا بيجوا ضيوفك بتكوني انت تعبانه ومش مبسوطه، يعني هي ملحوقه بفضل تخلصي ابكر عشان تحيي تاخذي شاور وتلبسي ايوه. بيجوا الضيوف تكوني انت مرتاحه وجهك بتحك، بترجع الكركبه بعد ما يروحوا للضيوف. بس يروح تكوني انت عم تضحكي، بس يروحوا وتخلصوا بترجعي تطلعي على البيت بدك ترجعي تنظفي من اول وجديد. طيب خلينا هاي انا صراحه في ناس بيحبوا الضيافه يتفننوا فيها. انا واحدة من هدول الناس. انت بحس عندك كثير. صح. بحب هذا اللي اضل اضيف كل شوي، عندي هذا الحب يعني. واحنا الصراحه بالاردن معروفين قد ايه احنا شعب بنحب الضيوف. صراحه بنوجب وضيافه. والله يعني شوفي اي حدا اجنبي حتى بيجي على البلد بقول لك انا بحب فيكم انه انتم الكرم، اهل الاردن عندكم كرم، عندكم هيك محبه خير للناس. عن جد هو هذا الحكي موجود. انا هيك قبل ما مثلا حدا يجيني من صحباتي مثلا جمعة بنات، هلا كالعاده احنا البنات الاغلبيه بنجيب شغلات من برا بس انا اخر فتره صاير احب انه انا اجهز اشياء حلوة بدي افنن لكم. صح. وغير سبحان الله اللي بينعمل بالبيت طعمه غير يعني. طبعا طبعا. هذا حاسه هلا الطبق الاول. لا شكله طفى الفرن. معلش هاي هلا
انا فكرته انه هذا بس شكله طبع. شعل هو شعل طافي شوي مش مشكله. هلا هيك خلصت الصلصه. خلصت الصلصه وكمان اللحمه خلصت. بحبي اساعدك بشي شيف، مش ضروري اني ماخذه هالكرسي مرتاحه فيه، لا احب اساعد. اليوم علا عامله استراحه اليوم علا. لا هلا كمان شوي رح اخليك تساعديني بالتشيز كيك. اوكي يا ريت التشيز كيك صديقتك. انا تشيز كيك، انا قلت لك شيف انا بطول عمري ما باكل تشيز. الجبنه وانواع الجبنه كنت اكرهها كثير. لما بلشت اكل جبنه شوي قالوا لي جربي تشيز كيك، مع اني بشوفهم بحطوا فيها تشيز كتير. في ناس بحطوا فيها كتير، خاصه في هاي تبعت نيويورك بتكون هيك عاليه ومليانه تشيز، بكون كتير دسمه، يعني الواحد باخذ له لقمه صغيره منها وما بقدر يكمل. هلا الباذنجان زي ما حكينا بشكل سريع، قلنا ان بنجيب الباذنجانه الكبيره وبنقطعها طويل، بنقطعها هيك بالطول، بنحط عليها زيت وبنشويها بال. صراحه انا شايفتها شوي صحيه اكثر بكثير من كثير اكثر، مع انها بتحسيها انها هذا شارب زيت، بس برضه بنقدر اذا احنا متضايقين من شكل الزيت اللي عليها. واذا شارب زيت شيف بتكون زيت زيتون فهو صحي. مزبوط صح. رح انشفها بهاي، اغطي لك اياها هاي عشان ما تضل تطلع ريحه. انا رح اغطيها. هي انا حطيتهم فوق، لا تحت، هذيك المفروض غطيتها تحت. هي بنقدر ننشفها خليها بعدين نغطيها. خلص هيها، هي نزعت شوي. اهلا وسهلا علوش. اهلا فيكي. هيها تاخدي قطعه اللحمه فيها بتنحط هيك وبتنلف هيك لفه. اوكي يعني هي شيء بسيط كثير ومش معقد. بتشوف مين الجهه الاحلى. هاي منيحه. اوكي هيها بنلفها. انا صراحه شكلها بشهي قبل ما تنحط بالفرن. لسه كيف لتاكليها مع هاي الصوص. هيك ناخذ وحده شوي احلى. هاي او هاي مفتوحه شوي عادي ناخذها بنظبطها معها. تزبط. انا بظبط وبرقع لانه ايام الواحد بصير معاه الصراحه اشياء بالمطبخ عادي تفتح هيك وبتنلف هيك. هلا بدي اول شيء بس كيف هلا هاي الصلصه اللي عملناها رح اقيمها احطها هون. بدك امسك لك اياها؟ اذا ممكن نديرها هون لو سمحتي. ولا اكيد ديري بعدك. ايوه يسلموا ايديك. هذه الصينيه من زبدر انا بحبها لانها شكلها حلو، بتقدر تحطيها على الطاوله راسا. صح شكلها حلو مرتبه. شكلها مرتبه. وهلا احنا زي ما انت شايفه الصوص مستويه والباذنجان مستوي واللحمه مستويه، فما بدها كثير وقت، يعني يا دوب بالفرن بدها على درجه حراره 180 يا دوب 10 دقائق بس لتذوب الجبنه وهيك تتسبك مع بعض. حطي على وجهها جبنه. اوريدي احنا مجهزين طبق على جنب. صحيح. اكثر من هيك هيك وخلص. حط لك اياها بالفرن. بالفرن اوكي نخليها برا. هي سخنه شوي عليك على العلا. خليني اطلع على فاصل صغير. فاصل مشاهدينا ومكملين معكم. كملين معكم مشاهدينا، وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا. شيف انا طلعت الرولات ورولات الباذنجان، بس نحطهم على هي ايدك. هيها لا ما شفناها. اوكي والبيده كمان هيها خلصت صارت جاهزه، رح نسكبها. اسمعوا الريحه بتشهي صراحه. وانت طريقه تقديمها كثير حلوه، شكلها ريحتها بتشهي. طيب رح نحط لها هيك شويه، هي بتتقدم عاده بنحط جنبها ليمون. نحطه هيك يعني ابدعتي شيف حبيبتي. ممكن تحطوه بقلبها طبعا، بس هي لانها بتتاكل مع الليمون. هاي هيك خلاص. اوكي خلصت. هاي يسلموا ايديكي. احط الثانيه. انا محضره واحده من قبل
كنت بال حط عليها أشقوان، فهيك حتى أورجيكم فرق لما بتكون بالأشقوان. هاي رح نحطهم هيك. بدي أزينها بشوية بقدونس. سخنة 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 كالعادة شيف، بنسى. هيك وخلص، هاي خليها أنا بقيمها عنك. أوكي. والله هاي بس بقلك تاخدي هاي إذا سمحتي، بس خدي هاي هدول لأنهم سخنين. نايمها عنك. شايفة هاي عملناها بالكامل قدام التي في الثانية هديك. شايفة ما أخذت وقت وطلعت منيحة ومرتبة، كتير مرتبة وممتازة. طيب هلا بدنا نحضر التشيز كيك. تشيز كيك نبلش نستعرض المقادير. يلا بالنسبة لمقادير التشيز كيك الكلاسيك بالفراولة رح يلزمنا 400 جرام بسكوت، بسكوت 1 اصبع زبدة، 3 باكيت جبنة كريمية، 2 باكيت جيلو ليمون، 1 باكيت قشطة خفق الصغير طبعا ال 220 ملي، 1 علبة لبن زبادي بالقشطة، و 400 جرام فراولة او اي شيء توبينج بتحبوا تزينوا فيه. انا واقفه هون عشان اساعدك احنا اليوم رح نعمل سباق انا وعلا معاكم. رح نعمل سباق، علا رح تعمل الكراست اللي هي البسكوت وانا رح اعمل خلطه الجبنه، بدنا نتعاون لانه بطل عنا كثير وقت بالبرنامج حتى نلحق. يلا علا رح تكسر البسكوت بس بنشغلها اول. علا هاي البرساسه تبعت كيتشن ايد. اوكي نزلي قد ما بتقدرينهم، وانا هون عندكم رح احط الجبنه الكريميه وراح اكون محضره الجيلو. الجيلو نعمله هدول نحط لهم اثنين كاسه مي وحده، ما رح يلزمني اكثر. بدي ادورها. شكلك رح تخلصي قبلي انت. انا مبسوطه، المهم اساعد بشيء. يمكن مضطرين نزيد السرعه اكثر شوي ولا لانه البسكوت قاسي بده شوي تكسير اكثر. ممتاز. أنا هيك بكون هذا باب. نزلوا ممتاز. هيهم قربوا يخلصوا كلهم. هلا الجلو بنحطه عشان يقدر يمسك خلطة التشيز كيك حتى يمسكها مزبوط. شايف هيك خلص؟ خلص. هلا بتقدر علا تحط الزبده. هلأ نقدر نحط الزبده وتكمل خلطها. هي وبعدين احنا نحطها احسن لك صح. أوكي. احسن ما تحطيها وتعدي تخلطيهم مره ثانيه. رح ارجع احطها على واحد على الخفيف ونحط الزبده شوي. هاي علوش مش اي حدا. هلا بكره ببعث لك صوره التشيز كيك اللي انا اللي انت عملتيها. طيب وهاي هلا رح نفتحها. باتشولا. هيدن هلا صايرين يتفننوا بتشيز كيك، تشيز كيك مع لوتس، تشيز كيك كثير اشكال. كثير. علا بدي اغلبك تجيبي لي من الثلاجه لبن حارتنا زبادي بالقشطه. زبادي خلص. هاي خلينا نرجع نحكي على هاي. راح اركب لها اللي بتكون هيك فيها عشان ما بدي اياها، لا بدي تدخل هواء ولا شيء ولا بدي تعلق بالجبنه، فراح راح استعمل هذا المضرب. راح احط اول شيء الجبنه الكريميه اللي هي كريم تشيز وراح احط معاها بس اخلطها شوي بعدين بزيد عليها الجلو. هيها. شكرا علا على اللبن. عفوا. لولا علا كان ابصر شو بصير فيي انا عن جد. هذا لبن حارتنا اللي بالزبادي انا بحب احطه لانه بيعطي شويه طعمه حموضه فيها فزاكه. الناس ما بتحذر انه فيها لبن بس هي بتعطي قوام حلو. استغربت شوي. بس بتعطي قوام زاكي وعشان نخفف كمان من كميه الجبنه، ما يكون كله جبنه جبنه جبنه. لانه تشيز لحالها ما بتطلع طيبه صح؟ ما هو فهي بتعطي طعمه. هلا بس شوفي اللي بتطلع معنا بالاخر نتيجتها حلوه. وراح اضيف هي الجلو. لازم اتاكد انه داب 100% عشان اذا ما داب ما رح تمسك التشيز كيك. عنا كثير مهم علا لانه هاي من الاغلاط اللي انا كانت تصير معي اول ما بديت اطبخ.
زمان يعني وانا صغيره سريع احطه بسرعه هيك وخلص احطه يكون مو دايب وما تمسك التشيز كيك. رح انزله شوي شوي عليها. يي 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 يلا انا الحق عليه حطيت عالي شوي مش اوكي هيها ورح انزل عليها كريمه طبخ. شايفه دائما اخطاء بتصير الا ما يصير بالمطبخ يعني شغلات. وهي الكريمه، الكريمه انا خافقتها بس رح اضيفها عليها لاني عليت الحق علي انا لاني انا عليت السرعه تبعتها زياده عن ما لازم. اوكي هيك انخفقت، هيك انخفقت وصارت متجانسه وممتازه. البسكوت بدك يعني عامل فيه شيء؟ هلا بدنا نحط البسكوت اللي عندك، رح احطه بقلب القالب. بهذا القالب صح؟ طرطشنا يعني منيح. انا طرطشت يلا يعني هاي. انا وانت لا انا تحديدا احنا دخلنا عشان بدنا نعمل حالنا بدنا نخلص بسرعه. هاي هيك هيك هاتي رح اعملها اذا بدك عندي هاتيهم. هلا هي نحط هذا القالب والقالب. يسلموا ايديكي. هلا بيقدروا كمان اذا حدا مثلا ما عنده هاي الخلاطه بيقدر على نفس الفود بروسيسر ينطحن البسكوت وبنحط لها وحده ثانيه مش هاي تكون زي البلاستيك. وفي وحده حتى للبيض بيستعملوها بتحطيها بتعمل فيها الزبدة. خلطه الجبنه يعني هاي حبيتها الفود بروسيسر. اذا حدا ما عنده هاي بتقدر تغنيه عن التنتين. بكسر فيها البسكوت وكمان بحط فيها الجبنه بس زي ما حكينا بنحط لها ادابتر غير هذا. انا عارفه شو بدك شف هلا حسيت والله انك شطوره صح ولا لا والله انك شطوره صح. هلا هاي زي ما حكينا الكلاسيك هاي مو حاطين معاها اي اضافات او شيء. في ناس بحطوا معاها قرفه في ناس بحطوا معاها شيء ثاني طبعا مع مساعدتي علوش عم بحاول اساعدك قدر الامكان صراحه. هيها بنكون ضمننا انها هلا احنا يمكن مش ضايل معنا كثير وقت. لا مو ضايل معنا وقت كثير ولكن نكون مخلصين الحقيقي. هي هيك هلا هاي علا بنحطها شوي بالفرن شي خمس دقائق بس. اوكي الفرن بكون مش كثير كثير حامي يعني بس انها تبدا تسمك يعني تمسك شوي. بعدين بنقيمها وبنحط عليها هذا الخلطه. بتنحط بالثلاجه او اول شيء بالثلاجه لا بلاش فريزر. بتنحط بالثلاجه اذا انحطت قبل بليله بتطلع كثير احسن بتمسك معنا مزبوط. اذا مستعجلين ممكن اربع ساعات خمس ساعات وتثبت تمسك معنا. هلا انا محضره وحده جاهزه بس رح اجيبها عشان ازينها اطلع لك اياها. هيها عندك هي زي هاي جاهزه انت حطيتيها من فوق. حطيتي الكريمه وحطيت الكريمه عليها. هلا انا هاي شوي حاولت اتفنن فيها علا عشان تعجبك. لا لانك انت اللي مش تهتيها انت وروان. فالفراوله قسمتها بالطول يعني شيء هيك حبيت الفراوله بتكون قسمتها بالطول ورتبتهم على داير القالب وبعدين صبيت فيهم هاي الخلطه فطلعت معنا بسم الله. هلا اتوقع شكلها ببين. اوكي طلعت بهذا الشكل يعني حاولنا نعمل شويه شكل فيها زياده شكلها كثير حلو. هلا بنقدر نرتب فراوله على وجهها بكل المحلات وبنقدر نجيب هاي الخلطه اللي بتكون عاده للتشيز كيك بيستعملوها اللي هي فيها الكراز في السوبر ماركت جاهزه بتلتقى وممكن فراوله اللي بتحبوه يعني احنا سميناها فراوله لان حطينا على دايرها فراوله. ممكن نحط عليها اي شيء ثاني كمان هذول الفواكه الحمراء بلوبيري كثير زاكي. وهيك صارت جاهزة تقريبا جاهزه. نقدر نزينها بعرق نعنع نقدر نحط لها ايش ما بدنا. هيك بنكون خلصناها. يعطيكي الف عافيه شيف. يعني شيف بدنا سريعا هيك نستعرض شو عملنا اليوم. اليوم عملنا
اليوم عملنا 3 أطباق، 2 منهم من المطبخ التركي. عملنا عجينة البيدا التركية باللحمة، وعملنا رولات الباذنجان باللحمة، وعملنا تشيز كيك الكلاسيك اللي حطينا معها فراولة. يعني بدي احكي لك شكرا شيف، اليوم حضرتينا اطباق هيك، دخلنا على مطبخ التركي، المره الماضيه التايلندي، على الايطالي، ولسه جايينا كثير كثير اطباق كمان من شرق اسيا ومن عده محلات بالعالم. نستنى تفاعل الناس كمان معنا، يحكوا لنا ايش بحبوا نعمل. اكيد. يعطيكي الف عافيه شيف. الله يعافيكي علا. بدي اقول لك شكرا، وشكرا لكل حدا تابعنا. بتقدروا تحضروا الحلقه بالاعاده او على صفحتنا على الفيسبوك، بتلاقوا الحلقه موجوده، واتركوا لنا تعليقاتكم وابعثوا لنا رسائل اذا حابين وصفات او اسئله معينه لشيف هانيا. خلصت حلقتنا لليوم، نستناكم بكره بحلقه جديده.